Aspartate aminotransferase or AST. Aspartate aminotransferase enzyme is one of liver function test. It is abbreviated as AST. الاسم القديم لإنزيم الأسبرتيت أمينو ترانسفريز بنسميه سيرم جلوتاميك أوكزال أسيتيك ترانس أمينيز، بنختصره بـ SGOT. العينة اللي بنستخدمها عشان نقيس الـ AST هي عينة السيرم، بنجمعها في الريد توب تيوب اللي ما بيبقاش فيها أي أديتيف، وقياس الـ AST ما بيحتاجش فاستنج قبل تجميع عينة الدم. ومن ضمن الاحتياطات اللي بناخدها ان احنا بنتجنب اجراء اي حقن عضلي اللي هو الانتراماسكولار انجكشن، لان ده بيزود ليفل اوف اي اس تي. الريفرنس فاليو اوف اي اس تي نيوبورن من 0 تو 5 دايز بيبقى 35 تو 140 يونت بير لتر، في التشيلدرن اقل من 12 سنه بيبقى من 15 تو 60 يونت بير لتر، في الادلت سواء في الميل او الفيميل up to 35 unit per liter. بعض الكتب بتكتب ان الفيميل بتبقى اقل قليلا من الميل، ولكن generally الريفرنس فاليو من 0 up to 35، ودايما كبار السن او الاردرلي بيبقى مستوى الـ AST اعلى قليلا من الادلت. الميثود اوف ميجرمنت، بنقيس انزيم الـ AST عن طريق السبكتروفوتومتري باستخدام الكاينيتك ميثود عند 37 درجة مئوية. الديسكريبشن: الاسبرتيت امينو ترانسفريز عبارة عن انتراسيلولار انزيم بيبقى موجود بهاي كونسنتريشن داخل الهايلي ميتابوليك تيشوز such as الهارت ماسل، الليفر سيل، والسكيليتال ماسل. فمعنى كده ان الاي سي تي نون سبيسيفيك انزيم، لان الهاي كونسنتريشن موجود في اكتر من اورجان، وبالتالي لو زاد الانزيم ما بيديناش انديكيشن على اورجان واحد، دينا انديكيشن على الهارت ماسل وعلى الليفر سيل وعلى السكيليتال ماسل. كمان الـ AST انزيم موجود بليسر ديجري ان كيدنيز، بانكرياس اند ريد بلاد سيلز، وكمان موجود في البرين. الـ AST عبارة عن انتراسيلولار انزيم موجود في هاي كونسنتريشن انسايد دي سيلز، بيقوم بوظيفة مهمة أثناء الأمينو أسيد ميتابوليزم. It acts as a catalyst in the reversal transfer of amino group between aspartate and alpha ketoglutaric acid. عشان كده هو موجود بهاي concentration inside the cell، ما بيبقاش له أي function في البلازما، وعشان كده الconcentration بيبقى قليل في البلازما. والنورمال فاليو في البلازما بتبقى نتيجة للنورمال تيرن اوفر للسيلز اللي احنا بنسميها النورمال وير اند تير للتيشو. والاي اس تي ليفلز بتزيد في البلازما في حاله الانجري او الديزيز افكتنج ليفر سيلز او الماسل سيلز اللي بتحتوي على الهاي كونسنتريشن، عشان كده يحصل ريليز للاي اس تي انزيم وبيوصل للبلود ستريم بكميات كبيره على حسب عدد الخلايا اللي حصل لها انجري. عشان كده بنعتبر الـ AST واحد من الـ Hepatic Injury Enzyme، بمعنى ان هو بيزيد في حالة الـ Injury او الـ Destruction للـ Hepatic Cells. بالإضافة لكده كمان الـ AST بيزيد في حالات الـ Change of Cell Membrane Permeability، زي في حالات الـ Hepatic Fatty Change بيحصل Swelling للـ Hepatocyte، عشان كده بيحصل Stretching للـ Cell Membrane، والبيرميابيليتي بيحصل لها تشينج، عشان كده بيحصل اسكيب للـ AST وبيوصل للبلازما. ولكن الزيادة في حالات الـ increased permeability بتبقى أقل من حالات الـ injury to hepatic parenchymal cells، لأن الـ injury أو الدامج للسيل ممبرين بيؤدي لهروب كمية كبيرة من الإنزيم وبتزيد بشكل كبير جدا في البلازما. والـ AST انزيم بيبقى موجود في السيتوسول، وكمان بيبقى موجود داخل الميتوكوندريا. في حالة الانجري الـ AST فورم اللي بيبقى موجود في السيتوبلازم بيبقى سهل في الاسكيب، ولكن الميتوكوندريا الفورم اللي بيبقى موجود داخل الميتوكوندريا بيحتاج سيفير دامج، يعني لازم السيل ممبرين يتكسر وبعد كده الميتوكوندريا نفسه يتكسر عشان يطلع الميتوكوندريا الفورم. السيرم AST levels بيحصل لها elevation rapidly، بتزيد بعد حوالي 8 ساعات من بداية السيل انجري، وبتوصل للبيك at 24 الى 36 ساعة، بعد كده بترجع للنورمال رينج في خلال من 3 ل 7 days.
بينما في الكرونيك سيلولر انجري بيبقى الاي سي تي ليفل بريزيستنتلي اليفيتد، بيفضل زايد بشكل مستمر. وبالتالي الاي سي تي انزايم بيعتبر رابيد انديكيتور اوف سيل انجري، لانه بيزيد في خلال 8 ساعات، وكمان بيدينا انديكيشن على الريكفري لانه بيرجع للنورمال في خلال من 3 ل 7 ايام لو حصل ستوب للانجري. Indications why we measure ACT in the lab. The ACT measurement assists in the diagnosis of disorder and injuries الموجودة في الهارت والليفر والمصر اللي بيحتوي على الهاي كونسنتريشن. عشان كده احنا قلنا هو نون سبيسيفيك، اي زيادة بتدينا indication على الانجل سواء في الهارت او الليفر او المصر. اثناء اجراء الليفر فانكشن تيست بنقيس الاي سي تي مع الاي ال تي، وبنقيسهم سيريالي يعني بنقيسهم اكتر من مره، وبنقارن ما بين الليفل اوف اي سي تي اند اي ال تي عشان نتتبع الكورس اوف هيباتايتس. كمان الاي سي تي بنستخدمه كمونيتور فور ريسبونس تو ثيرابي. لو استخدمنا اي ادويه لها هيباتوتوكسيك افكت او نيفروتوكسيك افكت بنقيس الاي سي تي عشان يدينا انديكيشن هل حصل توكسيستي للليفر او الكيدني. الاي سي تي انزايم بيحصل له انكريز في حالات الانجري او الديزيز افكتنج الليفر والهارت والسكيليتال ماسل. الانجري بيؤدي للريليز اوف انزايم تو بلاد ستريم، وعلشان كده بيزود الليفل الموجود في البلازما. وبنقسم الانتربريتيشن للاي سي تي انزايم على حسب كميه الزياده. اول نوع من الزياده وهو السيجنيفيكانتلي انكريزد ليفل، ده بيحصل في حالات الاكيوت هيباتايتس، acute hepatocellular disease، acute pancreatitis، واللي بيؤدي للsecondary hepatic disorder، كمان في حالات الinfectious myositis، واللي بيؤدي الى muscle cell injury. المودريتلي increased level بيبقى موجود في حالات البيلاري تراكت obstruction، لان البيلاري obstruction بيؤدي للsecondary hepatocellular injury نتيجة للtoxic effect of accumulated bile acid on hepatocyte. كمان بيزيد في حالات الكرونيك هيباتايتس في حالات الليفر تيومر واللي بيؤدي لي اكتف هيباتوسيلولر انجري، كمان في حالات المسل ديستروفي، في حالات الكونجيسيف هارت فيلير، كمان في حالات الكاردياك اريزميا. كل دي حالات بتؤدي لي مودريت اماونت من الدستراكشن داخل التيشوز، عشان كده بتدينا مودريتلي انكريزد ليفل اوف اي اس تي. المايلد انكريزد ليفل بتبقى موجودة في حالات السيروزز، في حالات الفاتي ليفر اللي هو الكبد الدهني، واللي بيؤدي لـ injury to hepatocyte، والانجري بيبقى minimal أو بتبقى كميته بسيطة، عشان كده بيؤدي لـ mild increase في الـ ACT. كمان في حالات الهيموليتك أنيميا، لأن زي ما احنا قلنا الـ ACT موجود في الريثروسايت، وكمان بيزيد في حالات البيريكارديتس. الانترفيرينج فاكتورز اللي بتقابلنا أثناء قياس الـ ACT انزيم، اول فاكتور وهو البريجننسي واللي بتؤدي لي ديكريز اوف اي اس تي ليفلز، كمان الاكسرسايز بتؤدي لي الانكريز اوف اي اس تي ليفل، كمان الاي اس تي ليفلز فالسلي ديكريز ان بيشنت ويز بايرودوكسين ديفيشنسي، زي في حالات البريبري والبريجننسي بيحصل ديكريز للبايرودوكسين، كمان في حالات السيفير لونج ستاندنج ليفر ديزيز، في حالات اليوريميا، في حالات الديابيتيك كيتو اسيدوزيس. كمان من الانترفيرينج فاكتور بعض الدراجز ذات مي كوز انكريزد ليفل، زي في حالات الانتي هايبرتنسيف دراجز وانواع اخرى كتيره من الدراجز بتؤدي الى زياده الاي اس تي نتيجه ان بيبقى ليها سايد افكت وبتعمل ديستراكشن للتيشو. الريليتد تيست الACT انزيم بنستخدمه for liver function test، وكمان بنستخدمه for muscle function test. علشان كده الريليتد تيست بتشمل الكرياتين كايناز، الانين امينو ترانسفريز، جاما جلوتاميل ترانسبيبتيديز، الكالين فوسفاتيز، 5 نيوكليوتيديز، لاكتيك ديهايدروجينيز، واليوسين امينو بيبتيديز. الACT ميجرمنت، الACT بنقيسه عن طريق السبيكترو فوتومتري باي كاينيتيك اسي باستخدام الكيتس زي الموجوده قدامنا ديت، وبيبقى مكتوب عليها الاسم الجديد اللي هو الاي سي تي والاسم القديم اللي هو السيرم جي او تي. الكاينيتيك اسي بيعتمد على الانزيماتيك اكتيفيتي، علشان كده الابزوربنس بتتغير مع التايم، كل ما يزيد الوقت بتزيد الابزوربنس، علشان كده احنا بنقيس الابزوربنس اكتر من مره على جهاز السبيكتروفوتومتر. لو احنا بنشتغل بالمانوال بروسيجر بعد ما بنعمل ميكسينج
للريجنت بنعمل read and record الabsorbance بعد دقيقة عند wavelength 340 نانومتر. بعد كده بنستمر في الانكوبيشن عند 37 درجة مئوية، وبعد كده بنسجل الابزوربنس مرة تانية بعد دقيقتين وبعد 3 دقائق. بعد كده بنحسب الافريج ابزوربنس بير مينت، الافريج ابزوربنس اللي هنسميها دلتا اي بير مينت. بعد كده بنعمل ملتيبليكيشن اوف دلتا ابزوربنس او متوسط الابزوربنس اللي احنا حصلنا عليها، بنضربها في الفاكتور اللي هو 1746 عشان نطلع الاي سي تي كونسنتريشن باي يونت بير ليتر. وبالتالي يبقى احنا اتكلمنا على كل المعلومات الخاصه بانزيم الاسبارتيت امينو ترانسفريز واللي احنا بنختصره بالاي اس تي. الاي اس تي عباره عن ليفر فانكشن انزيم. الاي اس تي بيبقى موجود بهاي كونسنتريشن في الليفر والهارت، كمان بيبقى موجود بليسر اماونت في الكيدني والبرين والمسل والريد بلاد سيلز، عشان كده احنا بنعتبره نون سبيسيفيك انزيم. النورمال فاليو اب تو 35 يونت بير ليتر بنقيسه في عينة السيروم، ودايما بنقيس الاي اس تي مع الاي ال تي. اي زيادة في الاي اس تي ليفل لازم بنقارنها بالاي ال تي ليفل عشان نقيم الليفر فانكشن. الاي اس تي ليفل بيحصل لها انكريز في حالات الليفر ديزيز، مايوكارديال انفاركشن، في حالات الكيدني انفيكشنز اند ديزيزز.